نظم عددنا من الصحفيين والإعلاميين في البصرة وقفة احتجاجية استنكروا فيها التطاول على أحد الصحفيين من قبل عضو مجلس النواب العراقي عن البصرة سارة الصالحي، مطالبين بتفعيل قانون حماية الصحفيين للحد من هذه التصرفات التي وصفوها بتكميم الأفواه وإرباك العمل الصحفي. أكيد اليوم نحن كصحفيين في البصرة نقف هذه الوقفة من أجل مساندة الكلمة الحرة التي بدأ البعض يحاول تكميم أفواهنا، يحاول يعني زعزعة أمن المدينة من خلال التصعيد على صحفي المحافظة. اليوم الاعتداء على الزميل مصطفى الشمري يمثل الاعتداء على صحفي المحافظة جميعا. التهمة التي ألصقتها النائب سارة الصالحي بمصطفى بأنه مبتز وراح أدبك، هذه كلمات تمثل منحدر خطير. يجب على القضاء أن يأخذ دوره العادل، باعتبار أنه اليوم سارة الصالحي لا تمثل نفسها كنائب في البرلمان، تمثل ما يقارب 100,000 صوت، والقانون والدستور العراقي كفل للصحفي حرية الحصول على المعلومة، ولذلك على النائب أن تعطي المعلومات وماذا قدمت. ما حصل معي هو تهديد واضح في أحد جروبات الواتساب من قبل أحد نواب البصرة، اتهمني بالابتزاز وقال لي سوف أؤدبك. فبالنسبة اليوم النائب لما يقول راح أدبك، هذا هي لغة تهديد خطيرة تجاه موضوع صحفي عمل في الميدان. اليوم نلاحظ تكميم الأفواه من قبل الجميع، وبالتحديد من قبل من يتبوؤون السلطه في العراق. اليوم هذه الوقفه الصحفيه هي استنكار وتنديد لما حصل معي من قبل احد نواب محافظه البصره. بالنتيجه اليوم هذا هو الامر مرفوض. اليوم الصحافه هي مراه الحقيقه وتنقل الواقع وتنقل معاناه المواطن، وايضا نحن في جميع الجوانب نحن نقف مع الدوله. اجراءاتي قد توجهت الى القضاء، وانا متاكد ان القضاء العراقي سوف ينصف هذه الحادثه وسوف يعني يخرج هذه الحادثه بكل تفاصيلها. طبعا اليوم من منطلق الصحافه صوت حر ومستقل نستنكر وبشده الاعتداء والتجاوز ولقه التهديد بحق الصحفي الذي يمارس حقوقه بصفته القانونيه، والذي هو يكون حلقه وصل ما بين الشعب والحكومه. لذا نطالب وبشده من الساده المسؤولين ان يكونوا مع الصحفي لا ضد الصحفي. هنالك قانون للصحفيين يجب ان يفعل، هذا القانون هو مظله للصحفيين اقر، لكن للاسف لم يشرع ولم يفعل بصوره ناصعه البياض. ربما ايضا لدينا الكثير من المضايقات للصحفيين كانت اخرها قبل مده، يجب ان يكون هنالك ايضا وقفه جاده لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات او التجاوز.